السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة، كنرحب بكم داخل الوطن وخارج الوطن، كذلك الناس المقيمة يعني في إسبانيا، خصوصا الأستاذة نوال، كنقدم لها أحسن تحية من هذا المنبر. مؤخرا كما كتعرفوا يعني كل شيء عارف المشكل أو يعني هذيك الواقعة ديال مولاد الباليزة اللي كانت صفات المعيشة رحمة الله عليها وبركاته، يعني كانت هذه الفاعلة أو بما يسمى يعني المجرمة كانت امرأة. في هذه الآونة الأخيرة أخوتي، ولا العيالات هما اللي كيديروا الإجرام، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ما الرجال دخلوا سوق راسهم، يعني ماشي كل شيء مهم، انخفضت يعني نسبة الإجرام، ولا العيالات هما اللي داروا الفتنة والبلبلة. مؤخرا أخوتي، ولا يعني في واحد المدينة اللي هي فاس، يعني وقع واحد ضحية اللي هو مسكين، يعني من هذا المنبر يعني كنترحموا عليه، كنطلب من المشاهدين الكرام يترحبوا عليه احسن، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انسان اقسم بالله سيبقى فيك، يعني كون شفتو يعني هذيك الواقعة، يعني الناس اللي كانوا تما حاضرين كيعاودوا وكيبكيو. هاد السيدة هادي كيفاش طرا لهاد السيد هذا، هاد السيدة هاد المجرمة هي كذلك، ما عرف من خرجت لنا في الجنب، يعني كانت يعني كيحطوا تحت دارها الفراشة، يعني كما كانوا نلقبوا لهم الناس، كيسترزق الله، يعني شي كيحط يعني الخضرة، شي كيحط يعني ديك الاتات المنزلي القديم، شي كيحط يعني الفواكه. هاد السيدة كانت حكارة يعني معروفة، والناس راهم شهدوا عليها، وكما اللي شفتوا الفيديو ديالها في شوف تي في، في قناة شوف تي في، هتشوفوا يعني الناس كيفاش كتهضر عليها بواحد الحرقة، الناس كيفاش كتهضر عليها يعني بواحد الخبث، يعني عارفين أسوأ يعني امرأة في ديك الحومة ديالهم، ما بقيتش عاقل شنو سميت ديك الحومة، ولكن الحومة ديالهم اللي جاية في مدينة فاس أكفس امرأة عندهم تمايا. يعني هاد السيدة هادي خاصة تربى، السيدة يعني ديما يعني طاغية، يعني هاد السيدة هادي طاغية. مسكين كان السيد تسترزق الله، يعني عنده غير الوالدة ديالو مسكينة مريضة، يعني تسترزق الله باش كيجيب لها يعني الدواء ديالها مسكينة والأكل ديالها وديك الشيء، يعني باش عايشين يعني حتى قطو كما كنقولوا، ما كاين لا جمع ولا حتى شي حاجة. هاد السيدة أخوتي تعدات عليه، يعني شافته كيبيع، يعني ماشي تحت دارها، يعني بعيد عليها واحد 40 متر، هبطت عنده وبقات كتسبو، قالت له انت ما عندكش الحق تبيع هنا، هز عليا حوايجك، هز عليا كدا هادي. وهي على ما عاودوا الجيران بانها كدير هاد البلبله بالعاني، يعني باش يضربها وتمشي ديكلاري بيه ويعطيها الاموال وتسمح له. يعني السيده مولفه على ما قولوا يعني الاقوال ديال الجيران، يعني اللي شافوا او اللي حضروا على هاد الحديث هادي، قال لك دارت بجوج ديال النوبات، دارت هاد العمليه هادي، جوج نوبات ضربوها ومشات ديكلارات بيهم وعطاوها الفلوس باش تنازلات عليهم. يعني هاد السيدة مولفة، هاد السيدة عندها تجربة، عندها ليكسبيريونس في هاد النصب، في هاد الاحتيال. السيدة كتهبط عند الإنسان كيكون كيبيع في الحومة، كتهبط عنده، يعني كتمشي كتنوضها معاه، تنوضها مع النوضات ديال بصح باش يضربها وتمشي ديكلاري. هاد السيدة هادي راه عند العدالة دابا باش يشوفوا تحقيق شنو وقع لهذا السيد. وسمحوا لي اخوتي باقي ما قلت لكم شنو وقع لهذا السيد هذا مسكين. هذا السيد هذا لا حول ولا قوة الا بالله تفقص، وبقى كيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، وهي بقات كتدفل عليه اخوتي حاشاكم في وجهه، وبقات كتسبو وبقات كتدفع فيه وشارقه له وكتخبشو بالعاني باش يضربها. ولكن مع الاسف هذا السيد صبر، وكان غا كمل الصبر ديالو، فالصبر مفتاح الفرج. السيد نرفز، حس بالحقرة، شاف الناس كتشوف فيه وهو يغضب، مشى نيشان عند دروغري، يعني اللي كيبيع المواد ديال الصباغة وما شابه، وشاب قرعة ديال الدوليو، يعني هاد المادة الخطيرة اللي هي قابلة للاشتعال 100%، بحالها بحال البنزين، شتا وكبالي وحرق راسو. الناس اللي كانت تمايا يعني جرات تتسبك باش تنقد هاد السيد، ما لقاتش يعني المعاونة الكبيرة، بقات كتكب عليه غير شوية الماء. أصلا هاد المادة هادي فهي يعني قد تحترق حاجة يعني في غضون يعني ثواني. يعني شكون السبب؟
يعني خاصنا نعرفوا سبب موت هذا السيد هذا رحمه الله تعالى، و يعني يغفر له يعني هاد النبوخة. ما خصوش يعني حنايا ما كنشجعوش الناس يديروا هكا، ولكن راه ما خصوش يدير هكا، يعني ندعيو له بالمغفرة، ضروري المغفرة هذا الرحمة، حيت هذا راه عمل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بلا ما ندخلوا في هذا الموضوع، فخلينا في هذا الموضوع ديال هاد الإنسانة الخبيثة، هاد الإنسان اللي شنو ثبت يعني سيد بقوت الفقصاء، يعني ما رضاش، شاف راسو محقور، شاف إنسان ماشي أول مرة كتعرض له، فهي يعني شي 10 مرة وهي كتعرض له، إنسان يعني مسكين ضعيف، عنده غلاه مسكين، ومشى يعني مشى هاد السيد مظلوم، يعني تفقص، شاف الحقرة، شاف إنسان يعني شاف راسو يعني ما دام من حتى شي حاجة، شاف راسو يعني ديما كيتعرض لهاد الإهانات، يعني تبتقلو في وجهه حاشاكم، يعني تسبو، ديرلو أي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاد الإنسانة هادي فهي فرحانة، أنا عارفها، يعني الدمغانية ديالها تكون فرحانة، تحسب راسها يعني فين هتوصل. أنا بغيت نعرف فين هتوصل بهاد الجبروت ديالها، كتعدى على عباد الله، كتبقى تمشي السي يعني الناس كتبيع وتشري، إن إنسان يعني يبيع يعني وكيشري، تسترزق الله يعني. وانتي تهبطي، شكون انتي؟ واش انتي شي عاون السلطة؟ واش انتي من السلطات؟ يعني حتى لا سبقوا عليهم السلطات، كتكون السلطات عارفة شنو كدير، أما انتي إنسانة مواطنة عادية، ما عندك حتى شي صفة أو ما عندك حتى شي حق باش تسبقي على مواطن يعني حاط كيسترزق الله من عند الناس الدراوش. راه ديك الحي باينة حي شعبي، حي يعني الناس كتسترزق، يعني الناس يعني عايشة شيمشي وحامدين الله وشاكرينه. انتي جيتي حتالة المجتمع، جيتي وبغيتي ديري الفتنة، يعني جوج صيفطتيهم وتعطاوك الفلوس عاد تنازلتي ولفتي تشدي الفلوس باردين، ديك النهار واقيلا ما كميتيش، حيت انتي باينة عليك انسانة محشة، انسانة دون مستوى، راجلك براسو وما كيحملكش، راجلك براسو يعني ومبهدلاه، باش تعرفي انت واحد الانسانه اللي مبهدله في الحياه ديالك، فلا حول ولا قوه الا بالله. انسانه تعدت على هذا السيد، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، هادشي الواحد اللي يقول. ودابا تشوفي الجزاء ديالك في الدنيا قبل ما توصلي للاخره. هذا هو كانت اخر يعني النهايه ديال هذا الفيديو هذا. ما تنساوش اخوتي تشتركوا في هذه القناه، هذه قناه يعني بسيطه، قناة المواطنين والمواطنات، يعني باش يعني يستافدوا وباش توصلهم الأخبار يعني على مدار يعني الساعة. شكرا لكم.